الاسم ديالي رشدي بن زينون، فنان تشكيلي من والد 1972 بمدينه اسفي. بديت لو طرافاي ديالي وانا عندي لاج ديال 10 سنوات. تلمد على الاستاذ سميتو شابارو مصطفى اللي كيعتبر من رواد الفنانين مدينه اسفي. تقريبا خدمت معاه تقريبا تقريبا 15 عام تقريبا ديال العمل انا وياه. من بعد جيت الرباط ودرت واحد التكوين سبيسيال خاص في لو طرافاي ديالي انا، وبدات في وحاولت درت منهج جديد يخالف جميع الفنانة. تقريبا كانت موهبه، بديت الموهبه بدات من الصغر ديال 10 سنوات تقريبا، ومن بعد عاد بديت كنبدل الافكار وكنحاول نخرج على النسق ديال الفنانين الاخرين بواحد النهج جديد وسياسه جديده في لو طرافاي ديالي. ننصح انه يكمل الدراسه ديالو في المجال الفني بعد ديك الاولى، ويحاول ما امكن يشوف افكار جديده يبدع حتى هو، ويقدر يدير مكانته في الساحه الفنيه. علاش لا ثاني يكون هو من احسن الفنانين العالميين. بالنسبه لي في التشكيل ما واخش الحق ديالو في المغرب، لان مهمشين تقريبا اغلبيه الفنانين مهمشين في هذه المرحله هذه. الفن بصفه عامه ماشي فن غير التشكيلي او فن، وصراحه الله كيحضر الركود مجال الفني بزاف كيحضر الركود. الرساله نوصل للناس المسؤولين على قطاع الفن، يعطوا اهميه للفنانين بزاف ويعطوهم حقوقهم ويخلقوا لهم فرص ديال العمل، اوراش معارض دوليه عالميه حضروا لها علاش لا، باش يبرزوا باش يحطوا المواهب ديالهم والامكانيات ديالهم في الابداعات ديالهم. بالنسبه للشارع سوق صباط هو شارع سياحي وعالمي معروف عالمي على التراث العالمي، وصراحه عنده اقبال بالنسبه للسائح الاجنبي، ولا عنده حب للفن. اما بالنسبه للمغاربه نسبه ضئيله اللي كتهتم بالمجال الفني.